بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم إشارات المرور بطريقة سهلة وبسيطة خالص. معانا الأدوات بتاعتنا، معانا فوم جليتر أصفر، ومعانا أخضر، ومعانا أحمر، ومعانا قطعة كرتون ومغلفاها بقطعة ستان. ممكن أغلفها بفوم أسود، أو ممكن أغلفها بجوخ أسود، اي حاجه سودا، او ممكن مثلا ورق اعمال اسود، كانسون اسود، اي حاجه موجوده عندك تغلفي بيها قطعه الكرتون بالشكل ده. ومعايا شيش طوق هعمل بيه ايد، هعمل بيه الايد بتاعه اشاره المرور. اول حاجه هعمل 3 دوائر من الفوم، تمام، بالشكل ده كده، اي حاجه شكل الدايره، واعمل 3 دوائر. بالشكل ده بقى جاهز معايا 3 دوائر، هقصهم بالمقص وبعد كده هنلزقهم مع بعض ونشوف شكل اشارات المرور. بدأوا خلاص، انا قصيتهم بقوا جاهزين معايا، هنلزقهم مع بعض بالشكل ده كده، احمر، الاصفر، والاخضر. طبعا انا ممكن هنا اخليها على مثلا اجيب فيل مثلا واخليها بارزه شويه، دي طريقه كتير يعني، ممكن اعملها بارزه، ممكن اعمل حفره في قطعه فيل وادخل كل واحده بحيث يبقى في حركه يدخل وايه ويطلع، وان شاء الله هعمل لكم صورة لها تانية ان شاء الله. خلاص كده بقت جاهزة معايا اهي بالشكل ده كده. هجيب ايد وهغلفها بالستان بالشكل ده ونلزقها مع بعض هنا. حط شمع، نلزقها بالشكل ده كده. بقت جاهزة معايا إشارة المرور، وسهلة خالص وبسيطة، هيحبها الأطفال والله، حتى لو عملتها لابنك في البيت هتعجبه خالص، ومش مكلفة ولا حاجة وبسيطة، ويا رب تعجبك.